السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم طلاب أكاديمية مدارس وروضة رؤى الفاروق. أنا معلمتكم حنان شموط، معلمة مادة التربية المهنية للصف التاسع. اليوم يا تاسع حناخد في حصتنا عن الوحدة الخامسة، تنمية الروابط الأسرية. هلأ بالنسبة للوحدة الرابعة فإحنا فقط مطالبين بالدرس الأول، أما بالنسبة للدرسين الثاني والثالث غير مطالبين فيهم لأنها دروس عملية. أما بالنسبة للوحدة الخامسة فرح نأخذها بإذن الله كاملة، وحنبلش اليوم بحصتنا عن الدرس الأول وعنوانه الحقوق والواجبات الأسرية. طبعا كلنا بنعرف يا تامن إنه أي أسرة تتكون من رائع الأم والأب وأطفالهم، لكل فرد منهم له مجموعة من الحقوق وعليه مجموعة من الواجبات لازم نعملها ولازم ناخذ حقوقنا كاملة حتى ينشأ الفرد بشكل صحيح ومتوازن. خلينا بالبداية تامن نعرف ما هي الحقوق اللي بدها تكون موجودة على الوالدين، ثم رح ناخذ ما هي واجبات الوالدين. تامن خلينا نبلش بحقوق الوالدين. أول حق من حقوقهم واللي لازم واجب علينا إنه نلبي لهم إياه اللي هو حق الطاعة. يجب علينا تامن في البداية أن نطيع والدينا لأنهم يعتبر هذا واجب علينا لازم نعمله. طب أما بالنسبة للحق الثاني رائع وهو حق الاحترام. الحق الثالث أحسنتم حق التواصل معهم. إذن هاي جميعها تعتبر من الحقوق اللي لازم نعملها تجاه والدينا. أما بالنسبة للحق الرابع أحسنتم تقديم يد العون لهم، خاصة تامن لما يكبروا في العمر، لما يصير أعمارهم كبيرة لازم نقدم لهم يد العون لهم، مثلا نشوف شو هي احتياجاتهم المادية الصحية الغذائية ونلبيها لإلهم ونضلنا معاهم يا تاسع، لأنه هذا واجب من واجباتنا تجاه والدينا. طيب خلينا ننتقل هلأ يا تامن للواجبات التي تقع على عاتق الأم والأب تجاه أولادهم. أول واجب وهو رائع يا تامن يا تاسع حمايتهم من الأخطار والاستغلال بكافة أشكالهم. طبعا هذا يا تامن بيحدث بشكل فطري، فإذا رأى الأب أو الأم أن الطفل مثلا ممكن أنه يقع من مسافة عالية أو مكان مرتفع، فبطريقة لا إرادية ممكن يقوم الأب أو الأم بحماية أبنائهم من السقوط. إذا هاي النقطة تامن ترجع لأنها يعني فطرية يقوم بها كلا الأب والأم بحادث الفطرة وليس بحدث الواجب، الواجب علينا أنه إحنا نحمي أولادنا. أما النقطة الثانية أحسنتم وهو الاهتمام بصحتهم، صحتهم يعني غذائهم ملابسهم وكل إشي بتعلق بالصحة بيكون واجب على الأم والأب. أيضا رائع تعليمهم، من حقنا أن نتعلم، لكن حتى من كل تاسع كلاته بصير حسب القدرة المادية للأم والأب، فهم بيقدموا كل ما بيقدروا عليه لأولادهم. النقطة الرابعة أحسنتم توفير بيئة آمنة لهم. توفير البيئة الآمنة لهم تامن بصير بوجود الأم والأب بيكونوا موجودين داخل الأسرة، طبعا بيكون المنزل موجود في مكان آمن بعيد عن الحروب والصراعات، وبالتالي رح ينشأ هذا الطفل في بيئة متوازنة وآمنة. خلينا ننتقل هلأ يا تامن للحقوق اللي وصى الإسلام بعملانها قبل أن يولد الأطفال أو قبل أن يولدوا. أولاً هو البحث عن الزوجة الصالحة ذات الأصل الطيب. هيا تامن تاسع من إحدى الأمور اللي لازم الشخص ينتبه لها قبل الإقدام على خطوة الزواج بأنه يختار الزوجة الصالحة ذات الأصل الطيب. الهدف منها تامن، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الصحابة بذلك، لأن المرأة هي أساس المنزل
وهي رح تقوم بتربية الأطفال، فإذا قامت بتربيتهم تربية صالحة فإنه هدول الأطفال رح ينشؤوا في مجتمع، وبالتالي حيأسسوا أسر أخرى وحتكون أسر صالحة لأن أصلهم صحيح، وكان هذا الأصل جاي من الزوجة الصالحة اللي قامت بتربية أبنائها بطريقة صحيحة وسليمة. أما النقطة الثانية وهي رائع اختيار الاسم المناسب للطفل، لازم نختار أسماء لأطفالنا بطريقة مناسبة حتى نحميهم من التنمر، بالتالي نضمن صحتهم النفسية. أما النقطة الثالثة رائع التحذير من التمييز بين الذكر والأنثى، لأنه هذا تاسع بيولد البغضاء والكره بين الإخوة، بالتالي إذا كبروا في هذا المجتمع ممكن إنهم ينشروا البغضاء والكره اللي موجود بيناتهم حتى مع المجتمع اللي موجود حوالينهم، فلازم تعمل فكرة التمييز بين الذكر والأنثى، يكون الأشخاص أو الأم والأب يتجنبوها بشتى الطرق حتى تظل الودة والمحبة موجودة بين الأطفال والأخوة. طيب خلينا ننتقل هلأ يا تامر لحقوق وواجبات الأبناء. إذا نحن في السلايدات الأبل أخذنا عن حقوق الوالدين وواجباتهم، هلأ بدنا نأخذ عن حقوق الأبناء وشو هي واجباتهم. خلينا نبلش بالأولى، حقوق الأبناء ما هي؟ أحسنتم، أن يعيشوا، من حق الطفل أن يعيش ضمن أسرة مستقرة ترعاهم وتحبهم وتوجه طاقاتهم نحو العمل والإبداع، وهذا الكلام ما بيصير إلا داخل الأسرة المستقرة التي تتكون من الأم والأب، كلاهما موجودين بيكونوا مع الطفل، هذا هو الحق من حقوق الأبناء. طيب ما هي واجبات الأبناء؟ هلا هون تامن تاسع ننتبه، واجبات الأبناء هي نفسها حقوق الوالدين، إذن حقوق الأبناء واجبات الأبناء هي نفسها حقوق الوالدين. طيب واجبات الأبناء نحو والديهم اللي هو النقطة الأولى الاحترام، من واجب الابن أن يحترم الأم والأب وهو حق من حقوق الأم والأب. النقطة الثانية رائع أحسنتم التقدير، طبعا ثامن تاسع الأبناء اللي بيقوموا بواجباتهم على أكمل نحو لازم يكون متأكدين من أن الأم قامت بتربية أبنائها بصورة صحيحة، فإذا قامت الأم بتربية الأبناء بطريقة صحيحة وسليمة فإشي طبيعي أن يكونوا هدول الأبناء بيقوموا بواجباتهم تجاه والديهم بطريقة صحيحة، ليش؟ أنه نفس التربية كانت تربية صحيحة. النقطة الثالثة رائع الدعم المعنوي، ممكن تعمل التاسع الدعم المعنوي بيصير بقدمه الابن للأم أو للأب لما يكبر بالعمر، فبالتالي لازم نقدم لهم الدعم المعنوي ونبين لهم أهميتهم في حياتنا وقديش هم أشخاص مهمين لإلنا، ولولاهم كان إحنا ما كنا موجودين بهاي الحياة بطريقة صحيحة بأفكارنا السليمة وبثقتنا بأنفسنا اللي هم أصلاً كانوا معطينا إياهم، فهو يعتبر من واجب الإبن على أباه إنه يقدم له الدعم المعنوي. النقطة الرابعة رائع تقديم العون والمساعدة لهم، تامن هاي النقاط معظمها تظهر لما يتقدم الأم والأب بالعمر، لازم نقدم لهم إيد العون والمساعدة لأنه هذا واجبنا وحق من حقوقهم علينا. النقطة الخامسة رائع رعاية الإخوة الصغار، ممكن تاسع إذا كان في فرق بين الطفل الأول والثاني إنه يقوم الطفل الأول بمساعدة أخوه أو الإخوة الأصغر منه، هذا الإشي بينشأ روح المسؤولية لدى الطفل الأول وبينشأ الحب والمودة بين الأطفال لأنهم بيصيروا بيقدموا المساعدة لبعضهم وبيهتموا ببعض وبرعوا بعض، فبالتالي حينشأ بيناتهم المودة والرحمة بين الأخوة لأن كان الطفل الأول مسؤول عن بقية الأخوة لديه. لهون يا تاسع بتكون خلصت حصتنا، بتمنى منكم تحفظوا المعلومات اللي وردت في السلايدات من نقاط ونقاط وتعريف، ويعطيكم ألف عافية،
أي سؤال أو استفسار أرسلوني، حدد المعلومات الواردة في سلايدات على كتابك عشان يسهل عليك الدراسة. شكراً لكم.